بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و راضی شدم که اسلام دین شما باشد. معاشر الناس هذا علي أنصركم لي وأحقكم بي وأقربكم إلي وأعزكم علي والله عز وجل وأنا عنه راضيان وما نزلت آية رضا في القرآن إلا في ولا خاطب الله الذين آمنوا إلا بدأ به ولا نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه ولا شهد الله بالجنة فيها الأتى على الإنسان إلا له ولا أنزلها في سواه ولا مدح بها غيره. الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب بولايته علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.